السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي أصدقائي وجميع متتبعي عالم سامي. اليوم جيتكم بتطبيق جديد، كيفاه تمونطي فيديو. تطبيق سهل ورائع، راني خدام عليه هذه مدة. خليكم معايا، ما نطولش عليكم، خليكم معايا. هذا هو التطبيق اللي فيه مقص مرسومة. سامحوني شوية، كاين إزعاج في الصوت. هنا يخرج لكم هذه مكتوبة، هذه الدائرة البيضاء اللي فيها بليس، تضغط عليها. هنا يخرجوا الفيديوهات اللي عندك، وحبيت تدير الصور هنا تروح وين مكتوبة فوتو، يخرج الصور اللي عندك. بون، نبدأ على الفيديوهات. هنا نخير اي فيديو، نحط هذا، نجمعهم غير فيديوهات قصار، نجمعهم يرجع عندي فيديو. مهم دير 8 دقائق باه تقدر تحط الاشهارات، هذه للناس المدفعه على القناه عندهم. هنا نحط الدائره الحمراء اللي فيها سهم ابيض، نضغط عليها يخرج الفيديوهات اللي عندي مجمعين، كلهم مجمعين. هنا يخرج لك التوقيت تاعهم، توتال مكتوبه توتال فيها 3 دقائق و29. انت تزيد الفيديوهات حتى يرجع 8 دقائق. بون، تبعوني نوريكم. نبداو هنا في الشريط هذا اللي من تحت الاحمر، مكتوبه فيه هذا اللي فيه مرسومه، فيه مقص وفيه ميوزيك، فيه فلتراج، فيه القلم، هذا فيه هذه التكست، فيه ليموجين. مهم تخيل مثال، نحب نحط الموسيقى للفيديو. نضغط على هذه ميوزيك، يخرجوا هنا الميوزيك اللي عندها اللي كاينين في الابليكاسيون في التطبيق. مثال نخيروا موسيقى مثال، تخيل. بون، نمشيو الموسيقى. حبيت نقص من صوت الموسيقى، نضغط على الشريط الأصفر اللي فيه الموسيقى، هذا الشريط الطويل الأصفر هذا، نضغط عليه، نمشيو وين مكتوبة فوليوم، هذا اللي فوق منها مكتوبة فوليوم، نضغط عليها. هنا تنقص صوت الموسيقى، ها عندك فتنقص 100 100 حتى تهبطيها حتى الواحد. مثلا نديروها 4، نضغطو. هنا بغينا نقصو صوت الفيديو، نضغط هنا وين ورا الفيديو، هنا مكتوبه هذه ديزاكتيفي لو سون دو كليب اوديو، نضغط عليها هنا يمشي الصوت، يبقى غير الصوت. نزيد نوريكم حاجه خلف هنا. نمشيو للتكست هذه اللي فيها تي تي، هذه نضغط عليها، نكتبو مثال عالم سامي، عالم سامي. تخرج معنا عالم سامي، غير بصبعك تحب تحطها وين تحب، تصغرها وتكبرها وتحطها وين تحب. مثال حطيتها هنا ولقيتها نقولوا الكتابة مش واضحة، نروحو نضغطو على هذه اللي فيها قوس قزح، هذه الدائرة اللي فيها قوس قزح، يخرجوا لك الألوان، تخير أخضر كيما أي كولار تحب يخرج. مثال هذا ما يبانش، نديرو احمر، مثال احمر، نضغطو اوكي. هنا الاسم تحب تمشيه في الفيديو كامل ولا تغير تخليه هنا، تحب تمشيه في الفيديو كامل تضغط على هذه الزرقاء ومكتوبة عالم سامي في الشريط اللي من تحت، تضغط براس اصبعك وتمشيها، تمشي في الفيديو كامل، مشيها في الفيديو كامل. نمشي كمل الفيديو وتشوفوا. Why am I looking at you؟ باقي ماشية في الفيديو كامل. You're a picture in a frame. نوريكم حاجة خلف. مثال حبيت تمسح هذه عالم سامي، تضغط عليها.
تضغط عليها يخرج لك هنا البوبال هذه مكتوبه فاصي، تضغط عليها يمشي. حبيت تمسح الموسيقى تضغط على الشريط الاصفر تخرج هنا فاصي، هذه تضغط عليها تمشي الموسيقى، يبقى غير الفيديو وحده. هنا الفيتاس، هذه اللي فيها فيتاس، هذه الفيتاس مثال الفيديو نحب نسرع فيه ولا ننقص فيه. مثال هذا حبيت ننقص في غير في الفيديو هذا، ندير الفيتاس، ندير الفيتاس هنا مثال نديرو يمشي بالعقل، غير هذا المقطع برك يمشي بعقله. اي مقطع تحب تزربه زربه، غير تضغط فيه، تضغط فيه هكا وتمشي وين مكتوبه لا فيتاس، تضغط فيها وتزيد وتنقص. راهو سريع، حبيت ننقص نقص هكا واضغط. نوريكم كي تكون حاب تهدر في الفيديو، هنا وين مكتوبه هذه اونجستري، هذه اللي في الوسط تضغط عليها وين الميكرو هنا يخرج لك، تضغط عليه تضغط عليها تحبس هنا تروح وين هذه النايك هذه، دير اوكي تضغط عليها هنا تسمع واش تهدر. هنا الموسيقى لا ميوزيك خرجت زايد على الصوت، هنا نضغط على لا ميوزيك، نروح للفوليوم نقصوها باه يخرج الصوت زايد على الفوليوم. الموسيقى نعود الفيديو وتهدر تهدر واش تحب تخلي الفيديو يماشي وتهدر. ميوزيك خرجت ناقصة، نزيدو لها نزيدو لها في الصوت. مثال نديروها 9 وتهدر تهدر واش تحب تخلي الفيديو يماشي وتهدر عليه. ان شاء الله تكون فهمتوا. هنا نزيد نوريكم حاجه خلاف، هنا تمشيو لهذه اللي فيها مربع هذا فون، تحب تحط صوره الفيديو مثال 1:1 او 4:5 او ديروا بالعرض 16:9 ولا 9:16 بالطول، تخيل الفيديو كيما تحب نتايا ودير غير اوكي. واش كاين مازال الاخر؟ في حوايج بزاف، اي حاجه تضغط عليها في الشريط هذا الاحمر تخدمك، تعتم الصوره، دير اي حاجه، تقص هنا في المقص هذا تقص مقطع، دير اي حاجه. وهنا تروح تضغط على السوف غاردي هذه اللي من فوق، خلاص تضغط عليها هنا، زيد تروح السوف غارد اللي بالاحمر تضغط عليها، يجيك اشهار على الورقة. جاني غير هذا. المهم هنا تخرج لك هاي الفيديو يطلع 7% ويتسجل عندك في الابليكاسيون، يخرج عندك في البورتابل من بعد تكمل. ان شاء الله تكون فهمتوا، راهو تطبيق سهل وربي يوفق الجميع يا رب العالمين. وما تدخلوناش من التعليقات الزوينة واللايكات، والله يسهل عليكم يا رب العالمين. اي حاجة نعرفها راني نوريها لكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.